صباح الخير، شوفوا انا مبادرة على الصباح. شميشة ضربت حاجة مش من شميشة. هذا تقريبا يوم اللي اخر نهار غادي نخرجوا فيه اليوم مع الدار، داكشي في تركيا هاد العام. دونك يلا فقت شوية بكري مع ديك 8:30 و يلا نوجد ليهم الفطور ناكلو ونخرج. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. It feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet. Whoa, no. جوج سيمانات ما شفناش الشمس، بانت شويه ديال الشمس شدتني الفرحه. سيمانات عبد الله وقص وجهنا الشمس. وي كاين ماشي مشكل، خدني بعدا ماشي مشكل. يعني صحت الفطور وخرجت نجيب الكريمة لماما باش صوب بيه هذاك سميتو كيقول لي داك الفلان الاسباني هو اللي كان شاركت معكم في لاشين خاطر بنين. قلت لها جاوبي باش تمشي تعاودي تصوبيه ليا بعدا غندوقو داكشي. يعني نتبنوا اعتراف، ما يمكنش شحال بنين تاكلوا ما كتشبعوش منه. غادي تصاوبوا لي اليوم، هي ديجا دايره لكم فيديو في يوتيوب، نخلي لكم في صندوق الوصف. ما كاينش شي بنه عمرني في حياتي كليت شي فلو ما قلتها لا. يعني ماشي غير انا اللي كنقولها، يعني حيت بنتها تا ايلي في بوراكلا غيدوقوا معنا اليوم. يعني قلت لك عمرني في حياتي كليت شي طاطله بحال هذه، شي حلوه بحال هذه. قلت كتاكلوا عتي كل دغمه كدير فيها اي، ولكن راه بنيه بلا قياس ما تخيلوش. المهم نخلي لكم في الصندوق تتفرجوا فيه، واللي صوب عطيها الراي ديالو لي كومونتير، ندخل نقرا عندها لي كومونتير في الفيديو ديالها. المهم اوف ديك لي هادو دابا يلا رجعين غنفطرو كاملين فطور عائلي، وعاد من بعد غنخرجو نتساراو. كانوا كيقضيو اغراض ديالهم من هنا من هنا من هنا من هنا، متساراوش مزيان. دونك اليوم شو متساراوش مزيان، تساراو في البلايص اللي باغين هما، دابا غنساراو في البلايص اللي باغا انا. يعني دوري تمنظرو داكشي. دونك صافي خليكم معنا النهار كامل. وي تحمست باش الطفل عادي جايز. فطرنا وخرجنا من الدار، جينا دابا لهذا لواحد الكلينيك باش يديرو هما البي سي ار، حيت طالبينو ليهم. بابا باي باي.
يجيو يديرو في السائر دوا يوم قبل ما يمشيو معايا نمشي معاهم تديرو في السائر وداكشي ونخرجو نكملو نشوفو شي بلاصه نساليو فيها داكشي. المهم خليكم معانا اليوم نهار مشفيش زوين ولا مزيناتها الله دابا تقيدنا غادي ننزل لتحت يديرو سميتو كاس ديالو بعد ما خرجنا بقينا كندورو كيشري فشي حاجات خدينا شي لعيبات ودابا دزنا من حدا الدار غندوزو من حدا الدار فين كنت ساكنة اي غندوزو من حدا الدار فين كانت ساكنة نشوفو الدرب كليما جيو نعاودو ندوزكم من ديك البلاصة واخا كنحملهاش ولكن دوزكم قريبة بحاجة من الطريق انا فاش كنحل الفيديو مكنبقاش نشوف حدايا. المهم غندوزو دابا شوفوا الدرب ونرجعوا. دابا جايبوناك جاي تابعنا يلا جاي تقريبا قرب عندنا هاي الدرب فين كنت ساكنه كنت يما يمتي شوف راي يديك الخضراء اللي ملي هاي ساكنه فيها عقلتو عليها هاي هادي لا ماشي داروا لي بلونت اللي تحت منهم هذوك البارابول لا لا شي البارابول تحت منه كاين داك الغرس تحت منه اللي فيه داك الشير ماما انا اللي كنت ساكنه تما ماشي انت. المهم دابا طلع على الدار وغادي راجعين بحالنا اش راجعين بحالنا حتى دابا خربقنا البروغرام باقي شي حوايج باغي نقديهم بغينا نخرجوا كامل مازال ما عرفناش. المهم تيوصل علينا دابا بوراك ونمشيو ونقرر شي قاره جاب لنا بوراك ها هو ماما بابا الله على شحال جينا الامين يونان ندورو شي شويه شوفو الجو زوين اليوم اخر نهار عندهم هنا عيا الجو فيه زوين يا سلام الجو رائع بابا ماما طلعنا في الباطا غادي نمشيو في اسكودا درنا شويه في امينونا شعرتني يا واش حطوا معنية
جنة واحد البرد. أنا كنت غنطيح في الدروج كل واحد الرياح سرعة الباط والبرد ديال الباط وكان البرد عاد دفعني نازل في الدروج وكنتعكل كنت رجيت الماء ما كاينش اللي يهزني وجينا جلسنا هنا الداخل سخن شوية ما كنحسش بني في إيدي يا راسي والو هاتي ماما نازلة من الدروج كتشوف المونطو ديالي مع محلول وكيضرب فيه البرد وهو يطلع فوق المونطو ديالي طلعت على راسي ويت بقى كتموت وضحك جاي في جهة الفريق كيبان بحال سميتو بحال باراشوت زلنا من باطو دابايا حنا في اسكودار هاد ساهل بحال قلتو كتشاب مع اني جا الاخرى غير هادي كالم شوية على ايمينونا يقول لك شي ديال سميتو هابي نيو يير هما خرجوا قبل منا بابا وبوراك شوفوا عتي بقينا نقلبوا اختكم نسات الكود ديال الكود بين ديال السيم ديالي قلت لك فحال الغرابات كحالي امشي لك حل قلت لكم سميتو نسيت الكود بين ما عنديش باش نعيط ليهم واو على منظر تنخاف قلت لهم واش كتفهموا هذا باكو جامي هاويا اها Sonra insanlar buradan yük geçsin diye denizin üzerine yazdılar bir şey kaldı. Ha, gel ki o hada kan min nul bahar. Bas nas yebdaw yedozu min hna yezadu hada. Ha muakhara zala. Hadi. دابا في بلاصه ما نرجعوا في الباطو حتى تركبوا فيه صافي بغيت نركبهم في داك مارماري هو واحد المترو كيمشي تحت الماء يعني بانين تحت فاش كيتم غادي احنا غاديين وفوق منا الماء ديال البحر فبغيت نركبهم فيه عمرهم جربوه و واخا هو غيتقطع لينا شويه سميتو دارو في 2013 او بابا وماما بنبني كوش شو تيزم بني هو عقل على واحد المرة عاود انت بداية بداية شن هل تيزم بني برور قال لنا بوراك دابا حيت هو هربان في التاريخ قال لك سيدي 150 عام قبل كان هذا البروجي في راس يعني العثمانيين دمان عثمانيين كان في راس العثمانيين فكانوا دايرينو بحال هكا فجاء اردوغان داروا هكا دابا حنا غيدوز من تحت التراب هذا ماشي غير من هنا من تحت منه شتو دابا البحر هكا وهذا كيدوز من هنايا شوفوا السكات ديالو كيدوز من تحت منه المهم هو هذا عطيتكم فكره يلا ندخلوا باش نشوفوا بعدا بشحال نوريكم شحال كتباصيو فيه باش تركبوا ستو تسعين سميت ها ايفيت باليورو بكر كوي قتريا كيدي حدا الخدمه من هنا من الجهه الاسيويه حدا الخدمه عندي الجهه الاوروبيه من هنا كيدي شوفوا شحال ديال النزله ماما عندك الدرب مسكر بها عاوتاني ماما هي في الاصل ما كتخافش منه ما عرفتش منين كتجي هذه كتخاف منه شوفوا عندهم حق واحد القانون مثلا في الميتروبوس في المترو هذا اللي ما كيكونوا هاد الدروج إلا لاحظتو طاح لي القلم ديالو بوراك يقول لي
ويلي فين فزعوا لي. قلت لكم كيشدوا الناس كلهم خصهم يشدوا اليمن حيت الناس اللي مزروبين كينزلوا هنا كيجريو وكيخليو لهم الطريق باش ما تكونش الدنيا مزاحمه. هادشي منين حنا كنشوفوا فيه شحال طويل او باقي غادي. شوفوا هادشي كامل كيفاش مبني تحت الماء رائع. عرفتي دابا لقيت ما كنضحكوا على ديك الطيحه ديال الماء ماشي طيحه تاكيله. جات تقول لبابا تقول بابا عندك هادو راه كيزربوا عليك دارت قالتها لي وزربوا عليا. قلت كل اسم ضحك ماما بابا قالتك ضحك فيهم فراك. شفت تما يلا منظر كيفاش داير هنا عتشوف العين مجرده كيفاش كيبان. اي 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 ها عدت شحال ضربنا ديال التمارة اليوم ما يمكنش نوصف ليكم. عدتي لدرجة اننا مقصنا الوقت خرجنا بكري ومقصنا الوقت لدرجة اننا تفرقنا لدرجة اننا تفرقنا. بابا وماما وخويا مشاو يقضي واحد الغرض اخر وانا وبراك جينا ناخذ ليهم من هنايا النتيجة ديال البي سي ار ديالهم ونقضيو شي حاجات اخرين من هنايا باش نوصلو بجوج نقد قد كلنا قد قد. تخيلوا عرفتو راه مايمكنش واحد الدرجة تزربنا وتزنا تم تقسيمه. ما صورت ليكم والو حيتاش شغنقول ليكم عييت عمرني عييت بحال اليوم عمرني وكاويت كيما شي مشكل. ويا بلي 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 يمكن صباح الخير. اليوم الثاني النهار اللي غيمشي فيه بابا وماما. جينا انا وبابا نقضي واحد الغارات وجلسنا نفطروا ها هو بابا جلسنا انا وياه ماشي في الماكينه الا اولا ديك الماكينه اللي خرجت لك هنا راه يكدورس والله ما خاصها يكدورس هذا المغرب والله ما بينك ماما هاي ماما هاي جات الطابلة اللي قلنا ليها اللي عيطنا عليها ها يوك المطار خدينا شوفو خدينا المعانق حيتاش خداو شي حاجة من الباتيسري سطلاش وداكشي باش ناكلو في الطريق. غنمشيو ان شاء الله دابا تا المطار. هاي شوفو هما كيفرقو دابا ديال من هادي قاتليك دابا نزلنا هادشي غادي ندخلو معاهم. اي اي اي
بس المجد بوراك جايز اشوف الحالة جار غادي غادي بتقل المهم تخيلوا تدخلنا اصلا ما كيخليوكش تدخل مع بنادم تدخلنا وداك الشيء وعد خويا تفكر تليفون بابا خلاه عنده صدقت درت الخروج من الجهه الاخرى عاد عاود دخلت واحد العذاب شي مشكل المهم ندخل معاهم بعدا نعاونهم بقاو عليا لا ممنوع تدخلوا قلت لهم عندهم كيلوات زايدين انا ما غنخلص داك الكيلوات بلا كارت ديالي ما عندهمش هما الفلوس من النقد شنو شنو ها شوف المطار شحال عامر اوه حنا نمشيو للهرم القدام اوه الصهدف ديري الكليمة في المطار كاين الصهدف بزاف ماما النجم اوه متنا المهم شي نديهم تيديرو تشيكين وداكشي اوه نكمل معاكم اوه العذاب العذاب عرفتي المطار النهار ديال المطار كيتسمى نهار ديال العذاب واخا انا فاش نزلت في المغرب كاع ما تعذبت كاع صفر عذاب زيرو زيرو عذاب ولكن مع الكيلوات وداك الشيء كتكون شويه صعيبه المهم يلا نمشيو بعدا نعبروا الكيلوات اللي فيهم دابا جيت وصلت مثلا عند البوليس هنا عرفتوا المغاربه مساكن حاصلين ما عرفتش صراحه شنو وقع لهم بالضبط الوقت دابا هذاك القانون اللي خرج مؤخرا قال لك اللي جاوا لتركيا مؤخرا هما اللي عندهم الحق يرجعوا ما عرفتش شنو شي تخربيقه ولكن الا كان بصح هكا علاش خلاو الاخرين يقطعوا عرفتي راه مقطعين 8000 ليره 9000 ليره شنو اثمنه خياليه وقال لهم دابا لا ما عندكمش حق تمشيو مشكله وكاين اللي ما داير لا اقامه لا والو المهم انا دابا شفتو عند البوليس كاين وحده واقيلا دفعوا ليها الباكاج وقال قالت لهم رجعوا ليا غير باكاجي بعد على الاقل عرفتي مشكله نايضه حيحه تمايا المغاربه مساكن دابا غندوز بابا وماما من هنا من اش كيقولوا ليه من البوليس اش كيقولوا ليه كيحصحوا ليا من البوليس ونمشي انا نخرج يلا اجي عندكم دابا غادي ندوزو مرحبا البوليس ماما
باي باي. انا دابا يلا خرجت خليتهم مابقاوش كيبانوا ليا، خرجت دزت جهه المغاربه فين كاين مساكن ما عندهمش الحل، ما عطاهمش حل، كيقول لهم حنا ما عندناش علاقه بهذا الشيء كتقول، يعني داكشي عنده علاقه بالقانون ديال المغرب، كيعطينا قوانين حنا كنطبقوهم، يعني مشكله مشكله ما علينا. قلت لكم او شوفوا شحال ديال الصف، مازالنا الناس اللي داخلين. دابا غادي ننزل عند خويا وبوراك واليف، مساكن جاو تر هنا بغاو يدخلوا معنا يعاونونا في البنيزات شحال من حاجه، ولكن ما خلاهمش يدخلوا. انا درت لهم ديك الحيله اللي قلت لكم، دونك جي لا شانس، درت لهم ديك الحيله اللي قلت لكم، دونك ما خلاوني ندخل في الاخر. المهم عشي بكيت تبرد. ان شاء الله يا ربي نشوفهم على خير مره اخرى يا ربي، و نتقابلوا كل عندنا ايام فرح اكبر واكثر وكثيرة. يعني مشينا في بي اي بي ورجعنا في الكار. اسامه خويا دابا كنتسناو اليف وبوراك مشاو كيجريو لهذا البنزين ليه. جينا دخلنا دابا للمول، يلا رجعوا دخلنا المول نمشيو ناكلو. عرفتوا شحال كاين دابا في هذا المول؟ كاين 7486 شخص بالضبط اللي كاينين حاليا، تخيلوا معايا. اوه هذيك 86 واحد راه جاتني كثيرة، باقي 7400 شحال ديال البشر. المهم ما علينا، حنا دابا غادي ناكلو. هاو معانا، جانا الجوع، جانا الجوع. يلا دخلنا الدار، عرفتي يلا حسيت براسي شي شوية عرفتي ملي جاي مع الطريق و كنشوف الطريق اللي كنت كنتمشي فيه أنا وبابا وماما، الله يخليهم ليا الله يطول ليهم في العمر. وسميتو عرفتي دخلت للدار جاتني خاوية، لأن عيني مسكينة وزعما معرفتش، جاتني الدار خاوية بزاف. بغيت ندير لكم غير الخط للفيديو قبل ما ننساه، نبدل حوايج الناس. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا معنا وبكيتوا معنا في نفس الوقت. السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو شهير. باي باي.